بسمه 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 ضحكه بسمه 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 ضحكه اضحك علي في التبسيمه فرحت روحك فينا ديما لا تسرح بهموم الدنيا راهي الفرحه ليها فينا تضحك ما فيها عجب تتفرهد والخير يصب ضحكة راهي بلاش فلوس زيد عوج هاك الكبوس ضحكة بسمة 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 ضحكة اضحك علي في التبسيمة فرهد روحك فينا ديما لا تسرح بهموم الدنيا راهي الفرحة ليها قيمة ضحكة بسمة 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 ضحكة ضحكة بسمة 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 ضحكة اضحك علي في التبسيمة فرهد روحك فينا ديما لا تسرح بهموم الدنيا راهي الفرحة ليها قيمة كيف تضحك ما فيها عجب تتفرهد والخير يصب ضحكة راهي بلاش فلوس زيد عوج هاك الكبوس بسمة 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 ضحكة اضحك علي في التبسيمة فرهد روحك فينا ديما لا تسرح بهموم الدنيا راهي الفرحة ليها قيمة الله يبارك اي خالد قلت لي بيع عشا بيس 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 اعطيه حوايج باهيه ايوا ايوا قول لي يا اخي مش سمعت انا ما نعرفش على صحيح ولا صدقتي لا قالوا لي عندك بوتيك نتاع حوايج ايوا زدت حليتها جديده هاي باهي ربي يعينك عايشك انا وعينك جبت لك حوايج باهي اوه انا حزت البيت مازالك هبطتي تعد انت يا كمان هتعمل طلع منها تختار حوايج هاي باهي والله ان شاء الله كي نلقى وقت باذن الله لما نتعدل عايش طيب سلم لي على الوالده والولد يبلغ عايش بسلامه صلي على النبي صلي على النبي تعرف كانت خدك برك الله عليك جي هي جي هي وما خدك ان شاء الله عليك عشان يا حوالك الحمد لله الله يلبس ان شاء الله الحمد لله اليوم ظهر لي زهيت لك في النوار ان شاء الله ربي يسعدنا ان شاء الله تقول لي ليش تعرف يا وليدي وتملك نبز دينك؟ والله إن شاء الله يا معاش لكن نقى بنية حليل اسمع بنية حليل موجودة لقيت لك بنية بنت عائلة تركب 66 كيف وتحب تستحسن إيه لكن أنا معاشها نحبها طويلة وبيضة وتخدم ملا وليدي ننصحك خذ فريجيدير تو هذا كلام معاشة بالله يقول لي يا عمر ولدي إيش تحبني نقول لك مالك ها اش تحب نقول الاولانيه قلت لي صغيره عزواز الثانيه قلت لي ضحكه برشا اما وراس ولدي اللي جبتها لك المره هذه قالوا كانت دور تونس كامله شعر تشعل صوابعك اسمع ما تلقاش خير منها راهي طويله وبيضه اما وليدي ما تخدمش راهي بنت خويا يا ناري قولك الحق يا عائشه مش لازم اختني بالموضوع هذا وما عادش باش نفكر فيه هكا هاك السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك سيدي خويا الله يكون في العون سيدي تفضل حب زوين سكيلو علوش بربي حويجه باهيه ماشي ضيف على خاطر لا ما عندي كان حاجه باهيه راه عايش تحب شويه بقر هذايا تذبح البارح شنو هذا؟ اي بقر هاي الهبره هاي شهر هاي بلا بلا شويه علوش على كيف كمان انا نحب ننصحك باش نعطيك شويه بقر لا
هات بارك الله. عامل شويه اكمل شويه اكمل. ها يلا يبارك فاشحب. قول لي عمار ثبت روحك توا اللي هذا باهي. ها انت مش هذوما الطريفات اللي رجعتهم لك البارح يا وليدي؟ شنو هذوما؟ اي تو هكا هكا امي عائشه لسانك ما يهنيكش ديما تقول. اوه يا ولادي تتفكر طرف اللحم اللي خذيته من عندك وقعدت نطيب فيه وما طاب الا ما طبتنا يا ولادي؟ اسمع عايش ولدي يا عمار ماني نعرفك تاخذ خاطري اعطيها الكتف هذاك يهبط. اي هي اللي قالت الحاجه بربي معناها هذا لا اعطيها الكتف. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. واعطيها معاها شويه كرومه. الله يبارك الكرومه تجي شربه زعره تركب 66 كيلو. اسمع خليها كيف صحيحة تحبش هي؟ هي هكا خليها يعجبكش هي؟ اي اي بيه عمش ولدي الله يبارك وزن الصيحة. اسمع وحط له شوية كلوة وشوية كبدة وطريف لي زوين بالك شي يعملو شي تاجين ملسوقة تراه وماشي ضيف يعيش ولدي يا عمار. اللهم صل على النبي. والراجل ظهر فيه راجل طيب يعيش بارك الله فيك يا حاج يعيش ربي يفضلك يبارك فيك وليدي من غير مزية. اسمع خليها كيف ما تفصوش. قول لي تحبش شويه لحم مفروم هذا يتعمل لي ديري البارح حضرته المراه في الدار. الله 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 يا رسول الله. تقول لي انت وقتاش عرست يا عمار؟ هيا مبروك. يا عدنا يا ولدي في بالي بك عازم يمكن الوالده عملت. الوالده الله يرحمها تيرانا ولاد حومه والدار مقابله الدار ونعرفوا بعضنا هك. ربي يكون في العون. تفضل سيدي الحمد. لا لا مش لازم بطل. انت ايش قلت للراجل يا عايش؟ قلت له لا يا وليدي ما قلت له شيء يا عمار ولدي. اما شوف وراسك يا عمار ولدي يا متعد يا من قدام عمك مصطفى الززة. تعرفوا عمك مصطفى؟ ايش ونعرفه؟ رفيقة ولا مين؟ لا غشام ولا ميزان ناقص ولا حتى شيء. انا متعديه يا عمار ولدي العزيز ولقيته مهبط سلعه موش يعلوش موش يعلوش احليب احليب يركب 66 كي. عاد قلت له برا تعدى الحانوت عمك مصطفى. اي عايش عايش. لا ما قلت له شيء. يا وليدي مش قلت له يا غلبه عمري هكا توبيعه فزت عندي هكا وما قلت له شيء. توي جي بالله ايه ما قلتلوش كتف هايل ويركب 66 كيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك سيدي خويا تفضل. عايشك بارك الله فيك. تفضل سيدي. قولي نلقى عندك شويه بقري خويا. ايه عنده بقري عنده شنو ما عايش عندي بقري سيدي خويا تفضل. هبره فما موجود الهبره فما. بلاي بالعظم نلقى عندي بالعظم وعندي بلاش بلي سامحني عاش خويا علوش فمشي. اي عنده العلوش عنده تو هذاك شنو اللي قدامك؟ هذه علوش. مال شنو؟ بلي سامحني عايشك. نعم فرد مره مداني تذكرت. نحب شويه كرشه. لا كرشه ما عنديش. ما عندك شيء؟ مال كبده عندك؟ كبده عندي وقلب عندي. نحب خاطر شويه قلب وكبده باش نعملوهم. عنده اي عنده. عايش خويا بالله من فضلك لسان نلقى. اي ما عنده كان لسان. تو شنو امي عايش؟ بلي عايش خويا سامحني باش ما نطول. قلت لي العلوش فما. اي نعم سيدي. باش نعرف والكبده عندك موجود. أي. القلب موجود. اي وال شو اسمه الاخر هذاك بلي المرقاز عايش خويا زاد ما شوف خويا. نعم عندي اللحم العلوش وعندي البقري وعندي المسلية. أيوة. وعندي الكتف وعندي الدنيا وعندي هذا وعندي هذا وعندي هذا وعندي هذا. معناها عندك شنو تحب بالضبط؟ فهمتك معناها عندك كل شيء. عندي كل شيء. ايوه ما انا مدام عندك كل شيء اخدم على روحك وربي عينك ان شاء الله. ربي عينك.